كلكم صافين هنا وفي مكان فاضي. لا لا خلي جود 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 شو اسمه؟ يعني في مكان فاضي هنا. جود روح جود انت كل يوم ترى هنا. يلا وانت يا عسل شو اسمك؟ تعالي يا تالين. ايش اسمك يا عسل؟ انت انت لاما. لا انت انت شو اسمك؟ تالين اسمها معي. لا انت انت اللي قبل تالين، انا عارفك انا اسمك تالين. لاما 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 ايش؟ لاما فايز عبد الله الشهري. ونعم والله، يا اهلا وسهلا فيكم وحياكم الله، منورين اليوم في برنامج بنوتات، ونقول دائما ما شاء الله البنات اللي عندهم مواهب واللي بيقدمون اليوم ما شاء الله مع يعني السواليف الزينة والحلوة، بس أنا لازم نغير الجو. فهد. نعم. عن مسمار عندنا مشاركة. عندكم مشاركة؟ يس. يلا سمعون. أسكحوا. يلا. يلا وش المشاركة؟ عندي يلا. أول عندي. عندي أنت بدأ. عندك شهودة بس كذا ما تطالع معي كذا ما حد يشوفك كذا، يعني أنا أبغى ودي أنكم تزحفون يعني. أول أنت بدأ. راندا شوف هذا شوي اللي في يدك شوي مو كذا، هي المفروض مو كذا لعبة، مو كذا هي المفروض. الا لا الا اوكي طيب ايش زي كذا بعدين مو بس كذا لا مو كذا هي الا الا لا انا اليوم سويتها في الغرفة جبتها وسكرت انوار وسويت حركات صح. طيب يلا من اللي عندها من عندها مشاركة اللي بتقول يلا 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 عشان نتكلم عن موضوع حلقتنا اليوم يلا. ما في أحد يشتاق لك كثري أنا، ما في أحد يشتاق لك كثري أنا، لو غبت عني واحد جليل أعزى هذا. هذه مشاركة وش دي وش دي السالفة؟ حاول كثر أنا عواص ليش؟ لا اسكتي أنا عواص ليش؟ وش ليش؟ وساعات مكسيس ويدلعوني كسيس وانا عواشي داشي داشي وعواشي داشي قاعد ما شاء الله كان حرمة. شلون؟ كعب كان حرمة. ما شاء الله كلكم ما شاء الله مميزات، بس انا والله ودي انكم يعني تاخذون المكان هناك عشان اشوفكم احسن. يعني لو تجلسون هناك. لما لما ابتدي كثير. طيب اليوم احنا عندنا موضوع عن ايش؟ عن ايش موضوعنا؟ يلا ازحف ازحف شوي ازحف يا رند. ازحف يا خولة شوي. يلا تعالي هنا منديل. هنا منديل سمي خذي منديل هنا خذي منديل تعالي جلسي هنا يلا يلا استريحي هنا. انا استاذ فهد استريحي هنا ايه قومي هنا استاذ فهد انا اروح الحمام. ايه تفضل استني استني يلا يا سلام عليكم. اليوم احنا عندنا عيش عن موضوعنا، من عارف موضوع حلقتنا اليوم؟ ها؟ انا عن ايش؟ عن ايش؟ تفضلي انشود عندك؟ يلا قولي. ساري ارفع خضار الاخضر يا موطني موطني. الو تعي قولي تعي استاذ. ما شاء الله يعني هذه انشود مسرع ها؟ يا عسل هذه انشود مسرع ها؟ ما شاء الله عليك. وش تعرفين اليوم عن موضوع حلقتنا؟ ها؟ تفكرين؟ يعني اليوم احنا بنتكلم عن المواهب. إيه؟ اللي عندها موهبه وعندها يعني ابداعات نتكلم عنها وكيف احنا ننمي مواهبنا عشان تكون مواهبنا نفتخر فيها بعدين في الايام الجايه، اوكي؟ ايش تعرفين عن الموهبه؟ حبيبي في هنا في شيء يقول طررررر في احد يمكن يتكلم. هاي الجوهره عشان البيز في طر كذا جاي. تعالي فرات بك. يلا تفضل انت ايش تعرفي عن موضوع حلقتنا؟ تعرفي شيء عن موضوع حلقتنا؟ عن المواهب؟ ما علموكم اليوم عن موضوع حلقتنا؟ لا روحي حكي لها الاربيز لسه ما اعرف ايش؟ خلاص شو اسمها؟ خلاص اوكي انا 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 قلي خلاص تعالي تعالي اسمعني خلاص. يلا يا خولة تفضلي عن موضوع حلقتنا اليوم. يلا موهبتي استفاد الغناء الانشاد الانشاد طبعا الاخوات. يلا اوكي اعذروني. طب احنا نقول دائما يا بنيات يعني 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 نقول يعني نقول لكم حاجه؟
تبون تسمعوني يعني اليوم؟ ما تقاطعوني؟ طيب هي قالت اليوم انا موهبتي مثلا احنا دائما نقول يعني افضل لكم، يعني افضل لكم انكم تسمعون يعني اشياء تفيدكم، صح ولا لا؟ واشياء دائما تعطيكم اشياء ايجابيه، يعني مثلا اللي يقول اغاني وكذا ما اللي يسمع اغاني وين احطه ربي؟ في النار صح؟ فاحنا نبعد شوي عن سماع الاغاني احسن لكم يعني. ها؟ بس الانشوده حلوه. ها؟ الانشوده هي تسمعون لنا شيء تاخذون راحتكم. واحد يعني. يعرف نفسه. استاذ فهد في واحد يعرف نفسه اقدر افشل عادي؟ ها؟ لا ما نبغى اليوم يعني خلي الحلقه يعني خلينا شوي افشل بس. لا ما يصير. كان هو في سيارة وكان ماشي أعلم يوم كنت تفشلت صح والله والله غير أعلم لا طيب كل يوم تفضحني يوم أمس قلت جد ترى رند ما يصير مو متعودين عليك كذا أنت بيقولوا شلون رند الحين صارت زي خولة عدتك خولة يعني؟ ها؟ أيوة. شلون عددك؟ ما ادري. ها؟ ما ادري. يلا استريح هناك، يلا جلس هناك. يلا يا خولة، ايوه بعدين؟ موهبة الانشاد. حلو. واحب دائما الحن بالاناشيد و يعني احب اذا اشتغل لقاع مع الانشودة اتحمس واطلع. وامي دائما يشجعوني يعني يقولوا لي اذا كنت بطلع انشودة ولا شيء يحمسوني يقولوا لي يلا سوي كذا سوي كذا لحني. غني من حلقك كذا ومدري ايش حلو غني مع حلقك ايش دي مع حلقك مو مع خشمي اه حلو قصدهم قاروي ايوه كويس قاروي بعدين طب سمعينا يلا اذا انت تحبين الانشاد سمعينا يلا انشود وش انشد تقولين انا انشد واحب الانشاد سمعينا يلا طب وش انشد اي انشوده يلا انا وجه ايش انا وجه يلا سمعينا يا خولة تبسم تراني بقلبك أنا وخلي الحزن ينتهي ولعنا أنا يا رفيقي ما دامك بخير حياتي تشوف الفرح والهنا إذا جتني تختفي ضقتي ولو بدروب طيب المنى وأحس حياة أصبحت شي غير معك ذي شي تصبح أنا يا سلام عليك يلا كويس تعال يعطيك العافية وانت يا عسل تفضلي الرسم جميل ما شاء الله ترسمين وتحبين الرسم حلو عليك انا موهبه الرسم امي دائما تروح للسوق تجيب لي الوان ولوحات وكراسات ما شاء الله ارسم في البيت والام والاب المفروض مثلا عند البيت موهبه طبخ والولد موهبه قراءه لازم يشجعونهم مو بيحطمونهم تحيه قويه تسمع الكلام المرتب الكلام الجميل كلام شوي يعني بس مرتب ومره كويس لما تقول انه لازم الام والاب ايش يعلمون او ينمون مواهب عيالهم صح بس قبل ما ينمون عيال يعني انا بعض الاحيان ما الوم الامهات صراحه يعني امهاتنا وابانا لانكم انتم تصدعون بالراس تجيبون لهم الضغط والسكر فكيف هم يعني يكتشفون فيكم الجانب يعني الموهبه ولا يكتشفون فيكم الازعاج والقروشه فعشان كذا شلون ايش قالت لك إذا واحد زعج أمه إيه؟ تغضب ويجيها مرض السكر صح إذا واحد زعج أمه ممكن تغضب ويجيها مرض السكر ممتازة فحنا لما نقول حاجة مثل أنه يعني عشان أمهاتنا يعرفون مواهبنا خلوهم يركزون تعالي لأمك ساعدي ماما بالبيت ساعدي أبوك بالبيت صح ولا لا عشان أمك تركز تعرف أنت بالضبط وش مهاراتك لكن بعض الأحيان الأم ما شاء الله تطبخ وتغسل وتكنس وتلبس وكل شيء فانت تجين وتزودين عليها مثلا وتبغين وتجي تقولين والله انا عندي مهاره لازم عشان تصير عندك مهاره وعندك موهبه وامك تكتشفها اخت كبيره تكنس الغرفه وكل شيء ما شاء الله عليها برافو ما شاء الله فاحنا نقول ايه فاحنا نقول دائما احنا يعني نهتم بالادب مع اهالينا في البيت نهتم في انه دائما نركز في هدونا عشان امهاتنا يعرفون ايش مواهبنا فلما تكونين انت شقيه وتلعبين بالبيت وتحسين وكذا امك مسكينه وش تصالي تصاليك ولا تصالي موهبتك فيصير عند تتعب صح فلما تتعب وش يصير لها تموت بسم الله عليها ان شاء الله بعيد الشر عن امهاتكم يطول في عمرهم ان شاء الله يا رب طيب يلا تفضلي يا جود ها تندس لا تمره اه حلو اوكي كل انسان له مواهب
وأصدقائي أختي أخواني كلهم عندهم مواهب، ولازم المدرسة أو البيت حلو. بعدين يا سلام، يلا عيد. كل بيت له مواهب، وأختي أخوي أصدقائي عندهم مواهب. صديقاتك قصدك؟ إيه. وهذا الشيء إيه، وكل إنسان له مواهب. وهذا الشيء إيه، ولازم المدرسة أو البيت حلو يساعدون اللي عنده مواهب. يا سلام عليك. وكيف لما أنت تبي تصير رسام أو أي حد يبي يصير رسام، كيف هذا وشو يتعلم؟ يجيب هذا الكراسة ويرسم ويشجعونه ويرسم ويرسم لين ما يصير فنان. يا سلام عليك، برافو عليك يا جود، ممتازة ممتازة مرة ممتازة. يلا اللي بعدها، بس قبل شوي يعني ايش قلتي لي قبل شوي؟ عندك ايش؟ عندك ايش؟ مهاوي. عندك مهاوي؟ هذه وش هي مهاوي في البيت؟ مواهب قصدك؟ تفضل. يلا. وش عندك قلتي لي؟ مهاوي. حلو. انا دائما احافظ على مدرستي، ما اوسخها. يا سلام عليك. الاستاذة تزعل مني. ليش؟ يعني تزعل، اوسخ كل شيء، هي تتعب تحطه في الزبالة كل المنديلات، وبعدين هم يلعبون، تجي الاستاذة تقول بسرعة الكراسي، ثم هم يكتبون الى ما يخلصون يروحون في بيتهم. هذه مواهب ما شاء الله جميلة، انه انت مثلا يعني تحبين انك ترتبين المدرسة والفصل، برافو عليك. بس ما قلتي لي الجوهر، انت وش مواهبك؟ طبخ مثلا؟ اجل ايش المواهب اللي عندك؟ كيف نودي المدرسة؟ حلو. كيف نودي الحلقة؟ ايه. كيف نودي التحفيظ؟ حلو. كيف نرجع البيت تذاكر؟ كيف نرسم؟ ما شاء الله. كيف لو كان يحب بينزل جيب له ميكروفون. و حلو. جيت اليوم انتم ما شاء الله كلام مرتب وهادين وعسل ما شاء الله. حلو يا جوهر. طيب انت ايش تحبين مثلا، يعني تحبين في البيت تسوين؟ ارسم. حلو، يعني تحبين انت ترسم سمكة؟ ما شاء الله. لحالي. بدون بحر ولا ببحر؟ بدون بحر. وين البحر طيب؟ السمكة تعيش في البحر. لا ارسم بحر بعيد. ترسمين بحر بعيد وسمكة بعيدة؟ ايه. طيب اذا رسمتي بحر بعيد وسمكة بعيدة لازم تكتب كلام. ها؟ تموت. اكتب كلام. تكتبين كلام؟ ايش الكلام اللي تكتبينه؟ مثلا انجليزي. واو، تعرفين انجليزي انت؟ يلا تكلم انجليزي. 1 2 3 4 5 6 7 9 10. يا سلام. حلو، يعني عندك لغة انجليزية انت؟ ما تكلمين عربي شكلك. وين زبالة. هاتي ولا عفكي. بس لا الحين بسألك، ما تكلمين عربي صح شكلك؟ ايه. حلو، ما ولا تعرفين العربي شكلك مرة صح؟ كل اللغة اللي عندك انجليزية، برافو عليك. كيف تعلمت الانجليزي ما شاء الله؟ من مدرسة ABCD. واللغة العربية يعني ما تعرفي تكلمين عربي، ما في معلوم عربي؟ ما في نشودة عربية. بعد ما عندك نشودة عربية انجليزية سمعينا يلا. و A B C D لا فقط. ها؟ A B C D E F G H I J K L M N. يا سلام. كيف أرقام الإنجليزي؟ 1 2 3 4 5 6 7 9. يا سلام، برافو عليك والله ما شاء الله. يعني هذا زاد، يعني اليوم من يوم دخلت أسمع واحدة تتكلم إنجليزي، حتى وأنا أسولف ما عاد أتكلم إنجليزي، يعني ما تعرفين العربي ها؟ إيه؟ ابدا. وين انت انجليزي؟ يعني لحظه الحين ما تعرفين عربي انت اهم شيء. إيه؟ حلو كويس، برافو برافو عليك. وانت يا عسل تفضل يلا. فاضي. ها؟ ايه تفضل. شو اسمك قلتي لي؟ مرح محمد. ونعم والله. يلا سمعيني عن المواهب، ايش مواهبك؟ ايش تحبين؟ احب ارسم. ايه.
واحب أدري.